السلام عليكم صغاري في الصف الثاني الأساسي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. هل أنتم جاهزون لنمرح ونتعلم معا؟ هيا بنا نبدأ. في نهاية هذا الفيديو سوف أصبح قادرا على أن أميز بين الحرفين المتشابهين لفظا، الدال والضاد، قراءة وكتابة. أن أنسخ فقرة وداع سنونوا على دفتر النسخ وفق قواعد الخط الرقعي. أحبائي، قبل البدء بالعمل إليكم بعض التوجيهات. اجلسوا في مكان هادئ ومريح، تابعوا الشرح على الفيديو باهتمام ونفذوا المطلوب جيدا. قوموا بإيقاف الفيديو عند حل التمارين وصححوا عملكم بالقلم الأخضر. جلس أحمد ينجز فروضه المدرسية، فلاحظت أمه أنه متوتر قليلا، فسألته عن السبب فأجابها قائلا: غدا ستجري لنا المعلمة أول إملاء في الصف الثاني الأساسي، لكنني أخاف أن أخطئ في كتابة هذه الكلمات لأن فيها حرفين متشابهين في اللفظ، هما حرف الدال وحرف الضاد، ترى كيف سأفرق بينهما؟ قالت له أمه: سنلعب لعبة من خلالها ستعرف كيف تميز بين هذين الحرفين. استمع جيدا إلى هذه الكلمات: دار، مدير، جليد، ورود. ما هو الحرف المشترك بينها؟ أحسنت، رائع، إنه حرف الدال. لاحظ صوت الدال في هذه الكلمات: دار، مدير، جليد، ورود. كيف وجدت صوته؟ أحسنت، رائع، صوت الدال رقيق وناعم. إذن صوت الدال رقيق وناعم. لنستمع إلى المجموعة الثانية من الكلمات: ضبع، بيضة، مريض، أرض. ما هو الحرف المشترك بينها يا ترى؟ أحسنت، رائع، إنه حرف الضاد. لنستمع جيدا إلى صوت الضاد في هذه الكلمات: ضبع، بيضة، مريض، أرض. كيف وجدت صوت الضاد في هذه الكلمات؟ أحسنت، صوت الضاد في هذه الكلمات ضخم وغليظ. إذن صوت الضاد ضخم وغليظ. نعم يا أمي، تذكرت، فقد أخبرتنا المعلمة في الصف أننا نستطيع التمييز بينهما إذا أصغينا إلى صوتها جيدا وهي تملي علينا النص. نحن صوتان متشابهان في اللفظ، تعرفنا إذا أصغيت إلى صوت المعلمة جيدا. أنا الدال في وداد ودرج، أنا الضاد في نضال وبيضة. استمعوا جيدا للسؤال ثم أوقفوا الفيديو حتى تنهوا الحل، ثم أعيدوا تشغيله من جديد لتصححوا إجاباتكم بالقلم الأخضر. السؤال الأول: أصغي جيدا وحوق الكلمة التي تقرأها المعلمة مما يلي. سأقرأ كلمة من كل مجموعة. المجموعة الأولى: هدم، هدم. إجابة رائعة. المجموعة الثانية: وضع، وضع. أحسنت يا صغيري. المجموعة الثالثة: قضم، قضم.
ممتاز، إجابة صحيحة. والمجموعة الأخيرة ركد. ركد. رائع، عمل مميز، أحسنت يا صغيري. السؤال الثاني، اقرأ ما يلي ثم صنف الكلمات في الجدول بحسب احتوائها على دال أو ضاد. قصد محمد الحديقة. لاحظوا يا صغاري كلمة قصد، أي صوت نسمع في هذه الكلمة؟ أحسنتم، نسمع صوت الدال. إذن أين سنكتب كلمة قصد؟ رائع، سنكتبها في العمود المخصص لحرف الدال. والآن كلمة محمد، أي صوت نسمع في هذه الكلمة؟ أحسنتم، نسمع صوت الدال. الحديقة، أي صوت نسمع في هذه الكلمة أيضا؟ رائع، نسمع صوت الدال في هذه الكلمة. لنتابع القراءة معا يا صغاري. فرأى الأرض، انتبهوا إلى كلمة الأرض، أي صوت نسمع في هذه الكلمة؟ أحسنتم، نسمع صوت الضاد في هذه الكلمة، إذن سنكتبها في العمود المخصص لحرف الضاد. لنكمل القراءة. فرأى الأرض مغطاة بأوراق فقدت، أي صوت نسمع في كلمة فقدت؟ أحسنتم، نسمع صوت الدال. فقدت لونها الأخضر، أي صوت نسمع في كلمة الأخضر؟ أحسنتم، نسمع صوت الضاد. كانت حرارة الشمس ضعيفة، انتبهوا إلى كلمة ضعيفة، أي صوت نسمع في هذه الكلمة؟ أحسنتم، نسمع صوت الضاد. والهواء يحرك الأغصان والأعشاب، فعرف أنه الخريف. الآن يا صغاري أوقفوا الفيديو واملأوا الجدول بالكلمات في مكانها المناسب، ثم أعيدوا تشغيله من جديد لتصححوا إجاباتكم بالقلم الأخضر. إليكم يا صغاري الإجابات الصحيحة. في العمود الأول مع حرف الدال وضعنا قصد، محمد، الحديقة، فقدت، ومع الحرف ضاد وضعنا الأرض، الأخضر، ضعيفة. والآن سننتقل إلى دفتر النسخ لننسخ فقرة وداع سنونوا وفق قواعد الخط الرقعي. وداع سنونوا. ودعت سنونوة وساما وهاجرت، فقد أقبل الخريف وضعفت حرارة الشمس وبرد الطقس وهطلت بعض الأمطار. سنقرأ الفقرة مرة ثانية. وداع، مر معنا في هذه الكلمة صوت الدال، إنه صوت طويل، لاحظوا كيف لفظته، داء. وداع سنونوة. ودعت، أيضا هنا مر معنا حرف الدال وقد لفظته بهذه الطريقة، د د، وضعت فوقه شدة. ودعت سنونوة وساما وهاجرت. فقد، أيضا هنا مر معنا حرف الدال، انظروا كيف لفظته، فقد. فقد أقبل الخريف وضعفت. وضعفت، في هذه الكلمة مر حرف الضاد، صوته ضخم، ض ض. وضعفت حرارة الشمس وبرد، د، مر هنا حرف الدال بصوته الرقيق، وبرد الطقس وهطلت بعض، بعض فيها حرف الضاد، بعض الأمطار. لا ننسى أن نكتب العنوان في منتصف السطر، وأن نترك فراغا بداية الفقرة، وأن نضع نقطة نهايتها، وأن نضع علامات الوقف في مكانها المناسب. والآن إليكم التكليف البيتي، وهو نسخ فقرة وداع سنونوة على دفتر النسخ مرة واحدة، وعند الضرورة
مرة ثانية أشكركم يا صغاري على اهتمامكم ومتابعتكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أترككم في حفظ الله ورعايته.